السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء ما بعد. هذا وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقدم الشكر بعد شكر الله للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذلك أقدم الشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. تسأل الأخت هدى: هل تصح قراءة القرآن من المصحف أثناء الحيض وعلى غير طهارة؟ تصح، لكن امسك المصحف بحائل خروجا من الاختلافات، فالمسألة فيها اختلاف بين أهل العلم، وخروجا من الاختلافات امسك المصحف بحائل بارك الله فيك. حكم قراءة القرآن جماعة يوم الجمعة إذا كان على سبيل التعلم فلا بأس، إذا كان على سبيل التعبد فلم أرى ذلك نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هل من زكاة على الحلي الخاص؟ نعم، الحلي الخاص إذا كان ذهبا أو فضة وبلغ النصاب وحال عليه الحول عليه زكاة، ولا دليل يسقط هذه الزكاة عن الحلي، وحديث ليس على الحلي زكاة حديث باطل. أما إذا كان حليا غير الذهب والفضة كالألماس على سبيل المثال فليس عليه زكاة مهما بلغ ما دامت تتزين به المرأة، والله أعلم. دعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. كم مرة أقرأ صباحا ومساء؟ ليس من أذكار الصباح والمساء، ولكنه يقال عموما هي مرة واحدة لم يرد فيه التثليث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ينصح بالسماع للشيخ سليمان العلوان والطريفي؟ نحسبهما من أهل العلم، استمع إليهما، وكلنا بشر وكلنا نخطئ ونصيب، فالذي تراهما جانب فيه الصواب اسأل غيرهما من أهل العلم عن المسائل التي تنتابك بارك الله فيك. هل تصح أن يصلي الشخص الظهر بعد أذان العصر جماعة؟ هم يصلون الظهر يقام العصر، لا بأس بذلك، لأنهم يصلون فريضة ودخلوا فيها قبل إقامة الفريضة الأخرى. الله يوسع علينا وعليك وارزقنا وإيانا وإياك. هل يجوز أن أدفع زكاة المال لأخي الموظف إن كان راتبه لا يكفي لمعيشته، فكان في أعداد الفقراء أو أعداد المساكين؟ لا بأس بذلك. لي دين عند شخص 20,000 جنيه، هل عليه زكاة؟ وكم يكون مقداره؟ هل هذا كل ما تملكه يا عمار؟ هل الذي تملكه كله من مالك 20,000؟ إذا كان 20,000 ليس عليه زكاة إذا قسنا على نصاب الذهب. أما إذا كان لك مال آخر وهذا مال إضافي فيضم إلى المال الذي لك، وإذا بلغ الجميع النصاب وحال عليه الحول زكي بارك الله فيك. ما حكم أن يقول في التشهد الأخير في الصلاة: السلام عليكم عن اليمين، ولا يقولها عن الشمال؟ هذا صلاة صحيحة لكنه مخالف، لكنه عفوا لم يوفق للسنة. سألني محمد بن عبد الفتاح عن شخص لا أعرفه: ما علاج الوسواس الشديدة في باب النجاسات؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم والزم سنة النبي الأمين. ما أجر سورة قراءة الكهف أو ما أجر قراءة سورة الكهف؟ الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لا يصح، إنما الوارد قول أبي سعيد الخدري:
وهي عدة ألفاظ، منها من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها. حكم رفع اليدين في خطبة الجمعة، الأمر في ذلك واسع وفقك الله. في الحديث أنه يوم القيامة يتحاسب الخلق بالحسنات والسيئات، عندما يأتي شخص لأخذ مظلمته مني هل هو من يقدر مقدار الحسنات؟ الله الذي يقدر ذلك يا أسامة بن محمد. هل هناك طريقة للتسبيح على الأصابع فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم، إلا أن القصد أيضا من الأصابع ضبط الأعداد يا إسماعيل. تقول مثلا كان يعقد التسبيح الثابت سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تعلم عدد التسبيحات التي سبحتها. هل السيارة التي تجلب علي دخلا ماديا عليها زكاة؟ إذا كانت معدة للإيجار ليس عليها زكاة. حديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لا يصح. توفيت عمتي، هل علي لأولادها صلة رحم وهم رجال؟ أولاد عمتك من الممكن إذا كانوا صغارا وأنت كبيرة السلام عليكم بالهاتف يكفي، أو إذا مرضوا أيديهم ولا تخلي برجل منهم. إذا سمعت صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فرضي علي أن أقطع وأصلي على النبي وأكمل صلاتي؟ لا، من الممكن أن تصلي على النبي إذا كان الإمام هو الذي يقول ذلك، والصلاة لا تبطل على أي حال. بارك الله فيك، وفقنا الله إياك يا أخ ياسر. نقض بول بعد الوضوء أثناء الصلاة تنقض الوضوء، إلا إذا كان مرضا مستمرا كل دقيقة أو دقيقتين خمس دقائق ينزل عليك بول، فستكون حينئذ مصابا بسلس البول. السيارة عليها زكاة مش للإيجار؟ لا، ليس عليها زكاة السيارة عموما إذا كانت استعمال شخصي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقة، فالأشياء المعدل للاستعمال الشخصي ليس عليها زكاة. هل عند الشك في إصابة النجاسة نرجع للأصل وهو الطهارة؟ قد تكون أصلا أنت غير متوضئ فتبني على الأصل أنك غير متوضئ، نرجع للأصل. لماذا يقول الناس إن الاشتراكية تخالف الإسلام مع كون الاشتراكية تنادي بالعدل؟ الأخ أحمد بن سعيد بدأ منذ زمن في أسئلة غريبة، ما أدري هل هو يعني ما أدري هويته، لكن عموما ما مرادك بالعدل؟ إذا كنت تقصد بالعدل الذي قاله البشر أن يعدل بين الرجل والأنثى الذكر والأنثى في الميراث، فهذا عين الظلم. فما أدري ما قولك بالعدل. العدل هو الذي شرعه الله في كتابه وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وإذا أنت سويت بين الضعيف والقوي، إذا سويت بين الضعيف والقوي فليس في بعض الأمور في بعض التكاليف الشرعية في بعض التكاليف سويت بين القوي والضعيف تكون ظلمت الضعيف، والله خفف عن الضعيف بقوله أو ليس على المريض حرج. أيضا إذا كنت تقصد بالاشتراكية الزائفة الباطلة أن نأخذ أموال الأغنياء ونعطيها للفقراء بلا وجه حق، فإنك مخالف لكلام الله، والله يقول في كتابه الكريم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فالاشتراكيون يأخذون أموال الناس الأغنياء ويعطونها للفقراء رغما عنهم، كما حدث في التأميم الباطل الذي فعله جمال بن عبد الناصر. فدائما وأبدا الاشتراكية وأي مذهب يخالف ما قاله الله ورسوله باطل، ولولا أن المقام ليس بمقام تحدث عن الاشتراكية بالتفصيل لبينت لك أضرار هذه المذاهب الضالة الهدامة التي وردت من الغرب الكافر والشرق الملحد كالاشتراكية والديمقراطية والليبرالية والعلمانية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال. حكم الجري والإسراع لإدراك الركعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة ف
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هل من السنة إقامة أكل الغذاء أو العشاء لأهل الميت ويأكل المدعوون لهذا الطعام؟ ليس هذا لا نستطيع أن نقول من السنة، إلا أنه ورد حديث في سنده مقال يسير: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم. فعموما مساعدة أهل الميت لعلمهم فيه من الابتلاء شيء مستحب. ترك الطمأنينة في الصلاة الطمأنينة واجبة، اركع حتى تطمئن راكعا. كيف أتوب توبة نصوحا وأكون عبدا لله كما يحب الله ويرضى؟ كيف أتوب توبة نصوحا؟ تبتعد عن موطن الذنب وتستعين بالله وتعقد النية من قلبك على عدم الوقوع في الذنب مرة ثانية، وتسأل الله أن يعينك على ذلك. ما حكم من يصلي الفجر حاضر بالبيت بدون المسجد؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فوائد البنوك حرام، نعم. ما حكم لبس الأحمر؟ إذا لم يكن ملفتا للأنظار مزريا بلابسه فلا بأس. أما الأحاديث التي وردت في النهي عن لبس الأحمر فكلها ضعيفة. لقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء لم يرى مثلها قط. ما حقوق المطلقة التي طلقت عن طريق المحكمة؟ والمسكن الزوجية من حق الحاضنة؟ من حق الحاضنة مسكن، أن يوفر لها مسكن لها ولأولادها. أما إذا طلقت تطليقة بائنة، إذا طلقت فيختلف الطلاق عن الخلع، فهل القاضي حكم بالخلع أم حكم بالطلاق؟ وعموم المطلقة لا الآتي ذكره: لها مؤخر صداقها، ولها النفقة والسكنة زمن العدة، إلا إذا كان طلاقا بائنا أو خلعا فإنها تخرج من السكن، حينئذ لها متعة بالمعروف حقا على المتقين على قدر سعة الزوج. وكذلك قلنا لها النفقة والسكنة، لها متعة بالمعروف حقا على المتقين. كذلك لها قائمة عفشها، لها مؤخر صداقها، لها حضانة أطفالها. ما حكم إرغام الأولاد على الزواج؟ لا يجوز إرغام الأولاد على الزواج. حتى الآن حتى البنت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأمر. السهو في الصلاة عند جملة ربنا ولك الحمد، هل لها سجود سهو؟ ماذا قلت إذن؟ لكن إذا اخطأت في بعض الأذكار لكن الأركان سليمة والواجبات تامة، فإنك حينئذ لا تسجد للسهو. هواية وسام الزراعة، عندما أمر على حديقة عامة أو حوض زرع لمصلحة حكومية أو أي مؤسسة أجمع بعض البذور والشتلات أو العقل لزراعتها. إذا كنت تأخذ حق غيرك أو تضر بالمال العام لا يجوز لك ذلك. حكم طلب الطلاق، يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا خافت ألا تقيم حدود الله مع زوجها، ولكن سيكون حينئذ خلعا. أما إذا كان طلاقا للضرر فلها أن تطلب ذلك، يعني إذا كان الزوج ضربا ضربا شديدا أو يرتكب أي محاذير شرعية يريد أن يأتيها في زمن الحيض مثلا أو في الدبر أو غير ذلك، فإنه حينئذ لها أن تطلب الطلاق. تركت صلاة السنة تكاسلا فاتك الأجر وليس عليك إثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قيل: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. هل أصلي ركعتي الفجر إذا راحت علي نوم والشمس طلعت؟ نعم تصليها، ما هناك مانع من صلاتك لها. أما الفجر فلزاما أن تصليه إذا كان كلامك على السنة، فتصلي السنة إن شئت وتصلي الفجر لزاما أن تصلي الفجر. ما هي سبب نزول سورة التحريم؟ قد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة،
فسببان من أسباب النزول قد صح في قول الله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك. الأول في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه، الثاني في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم مارية على نفسه، حكم تأخير زكاة المال وهو متوفر، حكم تأخير زكاة المال وهو متوفر، وهي يقصد وهي متوفرة، تأخير زكاة المال وهي متوفرة إثم إذا كان المصرف موجودا وإذا كان المال موجودا. حكم الزيادة بعد قول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا بأس بذلك، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد الحديث، فلا بأس بالزيادة. الله يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا وحسناتك. هل هناك مدة معينة للاعتكاف؟ إذا كنت تقصد أدنى مدة فليس هناك دليل على أدنى مدة للاعتكاف، إلا أن الذي قد ورد أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني نظرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية يا رسول الله، قال أوفي بنذرك. هذا أقل ما وجدته في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أقوال العلماء فمن العلماء من قال إن الاعتكاف طول المكث، ومنهم من حدده بزمن طويل، ومنهم من قال إن دخلت وأنت داخل الاعتكاف، لكن الاعتكاف عموما طول المكث، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي مديمون للمكث حولها، ما علاج الوسواس التي من ما العلاج من الوساوس الشيطانية التي يحرم قولها ولا أجد لها جوابا، تعوذ بالله من شرها ولا تحدث بها أحدا وانتهي، وأقرأ قل هو الله أحد، وأقول أعوذ برب الفلق، وأقول أعوذ برب الناس، فهي أمور إذن تعوذ بالله من شرها، ادفل عن يسارك ثلاثا، اقرأ المعوذتين مع سورة الإخلاص، لا تخبر بها أحدا، اسأل الله أن يصرفها عنك. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدخل رجل في قبر فأتاه ملكان فقال له إن ضربوك ضربة، فقال على ما تضربانيني، فضربه ضربا امتلأ قبره منها نارا، كل هذا لا يصح، كل هذا لا يصح. هل الإسبال بغير نية كبر أو غرور يجوز؟ الأفضل لا تسبل، لأن النبي قال إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة، فعموما لا تسبل، بارك الله فيك. لكن ثم فارق بين المسبل خيلاء وبين المسبل لغير الخيلاء بلا ريب. ما معنى حديث يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا؟ يعني في الصباح مؤمن وفي الآخر اليوم كافر، يفتن والعياذ بالله. ما حال أهل الفترة، والفترة هي التي المسافة التي فطر فيها نزول الوحي بين عيسى عليه السلام وبين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أهلها الله أعلم بهم، الله تعالى أعلم بهم. وقد ورد حديث في أن أهل الفترة يختبرون في العرصات عرصات القيامة، ولكن سنده فيه مقال، توفي زوج صديقته ولم يوجد أطفال، أعيد، توفي زوج صديقه ولا يوجد أطفال، وهي من دفعت ثمن المنزل، بس هو مكتوب في العقد بالنص بينها وبينه مع حكم توزيع الورث. إذا اقتنعوا بكلامها وأنها هي التي دفعت المال كاملا فلا بأس أن تأخذ حقها كاملا، إذا تنازعوا في ذلك فالمكتوب هو المقضي به عند القضاء. بعض الناس يترخص في الفحش في القول لسيدنا أبي بكر في الحديبية، لقول سيدنا أبي بكر في الحديبية، هذا له ظرف خاص، إذا سلمت اللفظة هذه اللفظة على وجه الخصوص من الإعلالات، لكن له وضع خاص، والذي فيه أن النبي قال من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه، فهذا لا يثبت مرفوعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما قول أبي بكر فله مناسبة خاصة ولا يعمم، وإذا نظرت إلى كتاب الله فكله أدب وكله خلق كريم،
وكذلك إذا نظرت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلها خلق كريم. كان من عصاة المسلمين، هل صحيح هذا الخبر أنهم يموتون في النار إماتة ثم يخرجون؟ هذا في فئة من أهل الإسلام دخلت النار فيمكثون ما شاء الله لهم أن يمكثوا، ثم بعد ذلك يخرجون ويوضعون في نهر يقال له الحياة أو الحياة الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وقال احلقه كله أو اتركه كله. أما القزع أن تحلق جزء من الرأس من هنا وتترك جزء، والآن الفساق يفعلون هكذا، يجعلون قبعة من الرأس في الوسط ومن الجانب محلوق ومن الجانب الآخر محلوق، وهؤلاء يتبعون سنن الكفرة الهلكة من أهل الكتاب. هل تجب قراءة السور بالترتيب في الصلاة أو تقرأ سورة في الركعة الأولى وأي سورة في الركعة الثانية؟ الأمر في ذلك واسع. وترتيب المصحف بهذا النحو الذي بين أيدينا الآن لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فعل هذا الترتيب في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. لكن التغليب يكون على حسب الترتيب، لأن النبي قرأ في الوتر الأعلى ثم الكافرون ثم الإخلاص، وهذا ترتيب. وقرأ في السجدة في الفجر، قرأ في السجدة في الفجر بالأعلى والغشية، وهذا ترتيب أيضا. وكان أيضا يقرأ في الجمعة بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر، وهذا ترتيب. إذا كان الشخص في بلد الكفر ويدرسون أشياء علمية قد تكون مخالفة للمعتقد كنظرية التطور، هي تدرس في بلاد المسلمين للأسف، فننوه إلى أن هذا الشخص الذي تدرس نظريته في مدارس المسلمين أو في مدارس بعض الكفار، مع أن بعض الكفار بدأوا يتبرؤون منها، وهي نظرية داروين الكافر. داروين كافر، داروين كافر، داروين كافر، اختلق وكذب وزور وافترى على الله الكذب، افترى على الخلق الكذب، وقال إن الإنسان أصله قرد. هكذا قال هذا المفتري الكذاب الكافر، والله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ويقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا. لكن داروين الكافر الذي تدرست نظرياته الباطلة للأسف في بلاد المسلمين، هذا داروين الكافر يقول إن الإنسان أصله قرد وهو مفتر كذاب. وهل شهد خلقه؟ وكما قال تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون. فوككفار آخرين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، قال تعالى أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ابن يريد الزواج من نصرانية وهو لا يصلي، أيضا هل موافقة على هذا الزواج فيه إثم؟ الزواج بالنصرانية جائز، وإن كانت على نصرانيته إذا كانت عفيفة، إذا كانت عفيفة، لكن نخشى عليه من أن يتنصر إذا تزوج بمثل هذه النصرانية. الدكتور أحمد بن شرف يسأل أرجو النصيحة لمن يتساهل في الاستدانة من الخلق لغير ضرورة. أذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، وإن النبي عليه الصلاة والسلام في أوائل أمره كان يسأل عن الميت هل عليه دين، فإن قالوا نعم قال هل ترك لدينه قضاء، فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. فالدين شأنه عظيم. هل صح حديث ضرب المرأة للدف فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وروي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب فوق رأسك بالدف، قال إن كنت فنظرت فافعلي. حكم قراءة القرآن لاستحضار الجن ذاك باطل ومنكر من الفعل، وقد قال تعالى في كتابه الكريم ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أوليائهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم الآية.
وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال فاتتني صلاة المغرب واتت صلاة العشاء أصلي المغرب أم العشاء؟ إذا كنت مع الجماعة فصلي العشاء ثم صلي المغرب الذي قد فاتك، وبالله التوفيق. حكم زوج يتعاطى المخدرات مرتكب لكبيرة، وأنت إذا كان هذا الزوج يتمادى في تعاطي المخدرات ففراقه أولى من البقاء معه، فجليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ناصحة حديث النهي عن السواك في الحمام لا يصح. صحة حديث لا رهبانية في الإسلام حسنه بعض العلماء بمجموع طرقه. فوائد الشقق عن طريق البنك حرام. رد حكم بيع سلعة، ما هذا السؤال؟ ما حكم أن توسوس بمسألة خلافية مثل الحلف بالطلاق؟ الوسوسة لا اعتبار لها، ألقي بها جانبا. حكم من حلف على ما فيما مضى وكان يقع في الحلفان ولا يدري كم مرة وقع؟ وضح السؤال يا شروق. يا شروق، هل يجوز لأب أن يعطي أبناء الذكور مالا ولا يعطي الإناث في حياتهم مع عدم حاجتهم إليه وهو كذلك لم يحج؟ عموما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هل صلى الرسول الوتر كالمغربي مع علمي بضعف الوتر كالمغرب؟ لم ترد صفة كيف صلى الصلاة ثلاثية، هل بتشهد أوسط أم لا؟ أما حديث لا تشبه الوتر بالمغربي فضعيف. كيف توزع الأضحية؟ الأضحية توزع على ما تيسر لك وما طرأ لك، أما تسليسها أو تنصيفها لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. حكم التعامل مع البنوك التشاركية، لا أعلم شيئا تشاركية، لكن علمي أن البنوك التي اطلعت على أعمالها في بلادنا مصر وفي عدد من بلاد المسلمين التعامل معها ربا في أغلب الأحوال. امرأة دخلت النار إنها كانت تؤذي جيرانا في سنده ضعف. أجهضت ولدا لخمسة أشهر وتركته في المستشفى حتى يدرسون عليه ولم أدفنه. خمسة أشهر حيا ولا تركته حيا أو مات؟ فهمينا. على كل للضرورة، هل يجوز لطلبة كليات الطب أن يدرسوا ويتعلموا على شخص قد مات؟ للضرورة، ولكن ننصحهم بأن يتعلموا على جثة كافر أفضل من جثة المسلم. رجل أخذ إرث أخته الوحيدة وحين طلبته بحقها قال إني جهزتك في زواجك. عموما تلك قضية لا بد من استماع الأطراف فيها يا أخت عائشة بارك الله فيك. وإذا كان جهازها كان لزاما أن يخبرها بأنه جهز من ميراثها، لأن الغالب أن الإخوة تكون عندهم رجولة وشهامة ويجهزون أخواتهم من مالهم. فإذا جهز أخته من مالها الخاص عليه أن يخبرها أنه سيجهز لها من مالها الخاص حتى لا يشتري أشياء وهي قد لا تكون في حاجة إليها. حلفت كثيرا في الماضي وقعت فيه ولا أدري كم، ما صورة الحلف يا شروق؟ هل إخراج الزكاة عند حلول الحول عليها لابد من إخراجها جملة واحدة؟ إن كانت معك أموال الزكاة والمصارف موجودة ألزمت بإخراجها وفقك الله. حياك الله يا رياض. حديث الساكت عن الحق شيطان أخرس لا يصح. ما حكم وجدت مبلغا كبيرا من المال في الطريق العام ولم يأتي أحد يسأل عنه وتركت ورقة برقم تلفوني الخاص؟ أحسنت فيما صنعت، ولكن هذا الإعلان ينبغي أن يستمر لمدة سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في شأن اللقطة ذات القيمة عرفها حولا فإن أتى صاحبه إلا فشأنك بها. الغسل المجزئ في الجنابة، ادخل الحمام وافتح الدش على نفسك ناويا التطهر من الحدث الأكبر فقط.
أما إذا أردت يعني أغمر جسمك بالماء مع النية، أما إذا أردت السنة والأفضل والذي تؤجر عليه أكثر فاغسل عضوك غسلا جيدا، ثم اغسل يديك غسلا جيدا، ثم توضأ كما تتوضأ للصلاة باستثناء رجليك، ثم خذ ثلاث حفنات فخل الباش على رأسك، ثم ابدأ بشقك الأيمن ثم بسائر الجسد، ثم تنحى واغسل رجليك. ما صحة حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ حديث ثابت في البخاري. حديث كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ أجعل لك نصف صلاتي، أجعل لك ثلث صلاتي إلى آخره، حديث ضعيف الإسناد، بارك الله فيك. هل يجوز تبديل الأرض بشاحنة؟ لا بأس أن تقول خذ هذه الشاحنة وأعطني قيراط أرض، لا بأس بذلك. صحة حديث إذا المؤمن اشتهى الولد في الجنة أحتاج إلى مراجعته. هل تجوز التهنئة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم أؤثر ذلك عن السلف. ما حكم من يصلي الصبح بعد طلوع الشمس لأنه يعاني من إضراب النوم؟ إذا كان مريضا وينام طويلا فله عذر، وإذا لم يكن مريضا فلا يجوز تأخير الصبح بصورة مستديمة إلا إذا غلب، وإذا غلب له عذره. أما أن يتعود السهر الطويل بما يؤول إلى ترك صلاة الفجر فتلك من سيما أهل النفاق. حكم التأمين على الحياء أراه حراما لما فيه من غرر وجهالة، وكذا لما فيه من تسمير أموال شركات التأمين في البنوك الربوية. هل هناك أسانيد لقصص عمر بن الخطاب رضي الله عنه الكثيرة مثل قصة العجوز والمرأة والحامل والكثير؟ قلة منها التي صحت لها أسانيد. هل يجوز الوضوء من غير حرك الأسئلة، بارك الله فيك. هل لمس الكلب للثياب يستوجب الغسل 7 مرات إحداهن بالتراب؟ لا يستلزم ذلك. الذي ورد في الغسل بالتراب الإناء إذا ولغ فيه الكلب، والإناء الذي فيه ماء إذا ولغ فيه الكلب، مع الاختلاف في لفظة في التراب، لأن الحديث روي عن أبي هريرة من طريق عشرات الرواة، من طريق عدد كبير جدا من الرواة عن أبي هريرة، كلهم لم يذكروا التراب، ذكره محمد بن سيرين في روايته عن أبي هريرة. ثم اختلف على ابن سيرين هل الغسلة الأولى التراب مع الغسلة الأولى أو مع الغسلة الثامنة أو إحداهن بالتراب. أما الأكثرون عن أبي هريرة منهم أصحاب أبي هريرة كأبي صالح السمان أو الأعرج أو سعيد بن المسيب أو غيرهم، جلهم لم يذكروا لفظة التراب. أرجو الإفادة في صحة الأدعية والرقية السريعة التي يستعين بها الطبيب في علاج مرضاه مع الأدوية وغيرها. هناك عدة أحاديث، بارك الله فيك، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، اشفى لا غدر سقما، أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، اشفى لا غدر سقما، نحو ذلك. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما فاجتنبت الكبائر. تبيع بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. أبيع فاكهة وكل زبون بسعر مختلف، لا بأس بذلك، فإن الله قال أحل الله البيع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيع بالخيار، لكن لا تخدع الناس. هل يشترط للذي يكتب عقد النكاح للناس أن يكون حافظا القرآن كاملا؟ لا يشترط ذلك. هل حماد بن سلمة ضعيف في الحديث؟ ليس بضعيف، ولكن هناك بعض الروايات له تستنكر إذا روى عن مشايخ معينين. أما عموما فله روايات ثابتة في صحيح مسلم وفي غيره، وخاصة وأنه من أثبت الناس في ثابت البناني. ما حكم اعتزال مصاحبة الجيران تفاديا للمشاكل؟ من قال المصاحبة ليس بواجب عليك يا أسلم أن تصاحبهم، ولكن لهم حق الجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن باليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وقال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعل له نصيبا من الميراث. فالصداقة ليست بلازمة، لكن الصلة مطلوبة. فإننا نرى في هذه الأيام خاصة في المدن الكبيرة والمدن الحديثة، كل شخص يغلق عليه بابه ولا يعرف جاره، فقد يكون في الطابق العلوي عرس وفي الطابق السفلي مأتم.
ولا أحد يفقه إلا قليلا. فجدير بنا أن نعود النظر في التعاملات مع الجيران، حتى إذا لم يتعرف عليك الجار حاول أنت أن تتعرف عليه، فلو عليك حق. الله أوصى بالجار، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. ووصى جبريل بالجار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعل له نصيبا من الميراث. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وقال: يا أبا ذر، إذا ذبحت لحما فأكثر مرقها، أو إذا طبخت لحما فأكثر مرقها وتعا جيرانك. والصحابة كذلك يوصون بالجار. عبد الله بن عمرو بن العاص كان إذا ذبح ذبيحة يقول لأهل بيتي: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ فيا إخوة، الجار له حق. وهذه المدنية الزائفة في المدن الكبيرة، كل مغلق على نفسه الباب ولا يعرف الجيران، فيها خلاف كبير لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. خطورة التشاحن يغفر للمسلمين يوم الاثنين إلا للمتشاحنين. لي صديقة أبوها منفصل عن أمها وفي خلاف مع أبيهم، وقد تقدم لها رجل للزواج فتم عقد النكاح، وقد تزوجت أختها الصغيرة وكان الولي خالهم ولم يخبروا الأب. إذا كان الأب هو الذي اعتزلهم ورفع اليد عن متابعتهم، فتنتقل الولاية إلى عمهم أو إلى أخيهم إن كان لهم أخ. إذا رفضت العصبات من قبل الأب تزويجها لغير سبب شرعي، وكلت آخر أو وكلت المأذون، لحديث: إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هيكل يسأل: هذا على الغسل من الجنابة أجر؟ الغسل من الجنابة فرض من الفروض، عليك أداؤه، إذا لم تؤديه تأثم، وهي كبيرة من أعظم الكبائر ألا تغتسل من الجنابة. وأنت تعرف أن الذي يفعل ما أمر به يؤجر. ما حكم الوجه عفوا في صلاة السرية إن قرأت الفاتحة وسورة قصيرة ولم ينتهي الإمام بعد؟ هل أقرأ حتى ينتهي؟ لك أن تقرأ ولك أن تسكت، وقراءتك أولى. كفارة توكيل رمي الجمرات دم في السعودية أم في بلدي؟ التوكيل ليس عليك دم فيه. حكم الاقتراض من أجل العقيقة لا أنصحك بذلك وإن كان جائزا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فلا تحمل نفسك إثما بالاقتراض لسنة. من الذي يرث من الأصول في الميراث؟ تلك مسألة يطول شرحها يا ميسرة. طليقي تزوج بنت أختي. طليقي تزوج بنت أختي، يعني طلق المرأة وتزوج بنت أختها، ولهم ولد مني، وهي أنجبت، ما صلة النسب بينهما؟ طبعا الولد أخو للبنت من الأب. النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في الميراث. أرجو أن تنوع أسئلة السائلين يا عبد الرحمن حتى لا يغضب منا إخواننا. أين تكون المرأة من زوجها إذا كان ماشي؟ يا حسن حفظك الله يا حسن. أين تكون المرأة من زوجها إذا كان يصليان جماعة؟ تكون في الخلف. يا ميسرة، اسأل أسئلة المواريث في باب آخر يختص بالمواريث، بارك الله فيك. هل البسملة تقال لكل ركعة؟ لا يلزم أن تقال بسملة لكل ركعة، وتلك مسألة اختلف فيها العلماء والأمر في ذلك واسع. كنت عند أناس وأنا بشرب الشاي رأيت شعر الكلب على الكوب. خلاص اترك الكوب واشرب، اغسله وأتي بكوب آخر. الأحاديث التي تصح من الأربعين النووية التي لا تصح هي أربعة أو خمسة على وجه التقريب، وإن شئت قلت ستة أحاديث تقريبا. حديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، في حديث آخر وهو من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني، إلى غير ذلك. هل تبطل صلاة من يصلي منفردا خلف الصف؟ لا تبطل. وأبو بكر تقد نوى منفردا خلف الصف،
ثم دخل في الصف نرجو أن تنوعوا في أسئلة السائلين حتى لا يجاب على شخص إجابات كثيرة والآخر محروم بارك الله فيكم فانظروا إلى الأسماء التي يجاب عنها ونوعوا حفظكم الله هل هناك سبب لدعاء سبأ على أنفسهم؟ ليس هناك سبب إنما هكذا فضول المشقة على أنفسهم أصلي وأنا قاعد وأجمع الصلوات أصلي وأنا قاعد وأجمع الصلوات إذا كنت عاجزا لا بأس إذا كنت لست بعاجز فلا تجوز لك الصلاة جالسا في الفرض وأبطلها الجمهور بارك الله فيك بسم الله دفعت حجز مكان للعزاء 100 جنيه نيابة عن صديقة لي لكنها رفضت وأصرت على دفعها لي رغم رفضي عفوا رغم أني حلفت على عدم أخذها تصدقي بها ولا تأخذيها قولي لا تتصدق بها عنك ولا تسترديها أنت هل تجوز الصلاة بدون جورب الصلاة تصح هو لبس الجورب أفضل هل يجوز الإماء في السجود للقاعد القادر في النافلة هل يجوز الإماء في السجود للقاعد القادر لا يجوز الإماء للقادر على السجود هل يأثم من أخر غسل الجنابة لظرف ما إذا لم تفوتوا صلاة لا يأثم بارك الله فيك هل هناك دليل صحيح على حكم بها العذرة لا أعلم دليلا بل النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه ما يفيد النهي عن بها العذرة أيهما أفضل للبنت رعاية الأم وهي مريضة أم أم الزوج سنها فوق 30 كله نافلة من البنت يعني أمها المريضة أم أم الزوج سنها فوق 30 سن من يا وسام أم الزواج عفوا أيهما أفضل للبنت رعاية الأم وهي مريضة أم الزواج سنها فوق 30 إن كان هناك يا وسام من يقوم مقام البنت في رعاية الأم فتتزوج البنت لأنها دخلت في العنوسة إذا كانت الأم ستضيع فتحتسب الأجر عند الله وتخدم أمها وهذا كله على سبيل الاستحباب بحكم التكلم مع رجال الأجانب كإصلاح بين اثنين وهل في ذلك فتنة بورك فيكم وفيك بارك الله إذا لم تكن تتولد فتنة فلا بأس بذلك أما إذا كنت فتاة وتدخلك قد يطمع فيك أقواما فالله لا يحب الفساد أما إذا كنت تدخلي بين النساء وبعضهن البعض فهذا حسن منك صحة حديث ثلاثة حق على الله يعونهم يحسن حكم شهادات الاستثمار في البنوك شهادات الاستثمار في البنوك شهادات الاستثمار ربا علي حب ويحيى هل يجوز تأخير الصلاة هل يجوز تأخير الصلاة تأخير الصلاة عن ماذا يعني حتى يخرج وقتها كبيرة من الكبائر أما تأخيرها عن بداية وقتها ما لم يدخل الفرض الآخر فلا بأس إذا دعت إلى ذلك حاجة إذا مسك كلب هل تغير تلك تغير إذا مسك كلب هل تغير تلك الملابس لا امسح اغسل مكان لعابي فقط يقيمون هنا الصلاة بصيغة الأذان هل يجوز يعني يثنون الإقامة فإننا نعلم أن الإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد كلها
وتر إلا قد قامت الصلاة وكرر قد قامت الصلاة وقد قامت. فهم في بعض الروايات يثنون الإقامة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله كالأذان. تلك خلاف السنة، وقد وردت بها رواية في سندها ضعف لكن الصلاة لا تبطل. يا حسن بارك الله فيك يا حسن. قال لي أن نموت أدفن في قبر عائلتك لأنه لا يوجد لديه مدفن، هل يجوز وأنا محرجة أقوله حرام؟ استأذني عائلتك إن وأذن أهلك بأن يدفن في مقابرك في مقابركم لا بأس، لكن إذا رفضوا ليس لك أن تجبري أهلك على ذلك، ادفنوه في مقابر الصدقة. ما حكم من طلق زوجته تطليقة واحدة ثم ردها بعد 5 أيام فولدها رفض أن تعود مع زوجها؟ حكم من طلق زوجته تطليقة واحدة ثم ردها بعد 5 أيام، طلق زوجته تطليقة واحدة ثم ردها بعد 5 أيام ولدها رفض أن تعود مع زوجها، هل كانت تطليقة عند مأذون مكتوب بينونة صغرى أم كان الطلاق رجعي كما يقول الرجل لزوجته أنت طالق دون أن يذهب إلى المأذون؟ حكم عطايا الأب لابنه الأصغر، حكم عطايا الأب لابنه الأصغر، عطايا الأب لابنه الأصغر يعني إذا كان لها سبب، يعني إذا كان الأب خرج كل الأولاد من الجامعات وأنفق عليهم وولد صغير أعطاه جزءا من المال في حياته قبل الممات لا بأس بذلك. رقية ما سؤالك؟ هل ممكن أوصي أن أدفن في نفس لحد من أحب؟ لا، لا، على حسب موافقة صاحب القبر. إذا قال لا أريد أن يدفن، يعني القبور في بلادنا المعروف الآن أن كل عائلة لها قبورها الخاصة، فلا يجوز لك أن تفرض نفسك أن تدفن مع شخص وأهله يرفضون ذلك أصحاب القبور. السلام على الرجال حرام؟ لا، إذا كان امرأة قالت لرجل السلام عليكم وليست هناك فتنة لا بأس بذلك، لكن إذا كنت تقصدين المصافحة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة رضي الله عنها ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. حكم مقاطعة بعض إخوتي، ما سبب المقاطعة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من خالط الناس وصبر على أذاهم خير مما لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. ما حكم من يوصي أن يدفن في مكان معين؟ إذا كان بالإمكان لا بأس ما لم يخالف شيئا في ديننا. هل هجر الزوج لزوجته يعاقب عليه الله؟ إذا كان ظالما لها فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هل على الأم وضوء إذا كانت متوضئة؟ السؤال ربيع الحماد يسأل عن حكم صلاة السنة التي قبل العصر، يصليها قبل الفرض ولكن بعد مرور نصف ساعة وأكثر بعد الأذان، ما دام أخروا إقامة الصلاة لك أن تصليها، لأن النبي قال بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. حكم الطلاق عن طريق إرسال توكيل من الزوج إذا كان في سفر، هل هذا شرعي؟ لأن أخي بعد ما أرسل التوكيل بسنة يريد إرجاع طليقتها، هل تنكح زوجا غير؟ إذا أرسل التوكيل وتم الطلاق، الطلاق واقع، الطلاق واقع. رجل متزوج وكان أبو زوجته غير موافق على الزواج وزوجها أخوها، ولما سأل الزوج عن هذا ليطمئن قيل له الأب قال لابني اذهب أنت مكاني، فما حكم الزواج إذا كان فعلا قد حدث؟ إذا كان الأب فعلا على الواقع قال لابنه يا بني زوج أختك أنا لا أريد هذا الزوج زوجها أنت وأنا موافق فلا بأس بذلك، وإذا رفض لسبب غير شرعي فزوجها أخوها أيضا لا بأس بذلك. هل يقع الطلاق بفسخ العقد؟ يقع يعني الفسخ تطليق عند الجمهور. حديث بلغوا عني ولو آية صحيحة،
هل يراعى في العقيقة وفرة اللحم فيذبح البقر أو الجاموس مع القدرة عليهم؟ يراعى الوالد في الحديث والشياء. أنس رضي الله عنه يا عبد الرحمن عق عن بنيه بجزور، وقال عدد من أهل العلم إنه يجوز ذلك قياسا على دماء التمتع في الحج أو دماء القران في الحج، وكذلك قياسا على الأضاحي، والأضاحي أعظم من العقيقة. حديث منكر ونكير في سنده ضعف. هل الجنب يحرم عليه الخروج من البيت حتى يغتسل؟ لا يحرم، لكن يكره. أنا أشتري لأمي طلباتها وبتكلف مصاريف ومواصلات، وأنا أحرج أن أقول لها وأضع المصاريف ضمن المشتروات، لا بأس بذلك، ولكن رأي أيضا أنك إذا هتشتري شيء لنفسك إذا تحملي المواصلات عليك وعلى أمك. ما الباءة المقصودة في الزواج؟ الباءة لها شقان، القدرة على الجماع والقدرة على الإنفاق. ما حكم مقاطعة السلايف، السلايف لما زوجات أخ الزوج بسبب القيل والقال؟ لا تخاصميهم، ولكن قليل التعامل بلا خصام، لن يجبرك أحد على الاتساع في المعاملات. هل يصح أن أقول ألف لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف؟ يصح، يا موقوفة على الصحابي، أما المرفوع فمعلول. أعني أن حديث من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، هذا معلول مرفوعا، والصواب فيه الوقف. هل صح حديث في إسلام عمر؟ نعم صح حديث في إسلام عمر، أما القصة المطولة فلا تصح، التي فيها زوج أخته وضربه وقرأ من سورة طه إلى غير ذلك لا تصح. ينفع أقول حضرة النبي؟ تلك مقولات صوفية، وكثير منهم يعني بها ضلالا، والعياذ بالله، يقولون إن خمسة أقطاب يجلسون كل خميس يدبرون مصائر القوم، ومنهم السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي والجيلاني وغيرهم، وتحضرهم رئيسة الديوان السيدة نفيسة أو السيدة زينب كما يقول بعضهم، وأحيانا يحضرهم النبي فيقولون حضر النبي حضرة النبي، فهذا من التخاريف ومن الضلالات والعياذ بالله. فلا نعرف حضرة النبي، ما معنى حضرة النبي؟ في عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي الله صلى الله عليه وسلم، أما حضرة النبي، ولذلك اقرأ كتب التفسير، اقرأ كتب السنن، اقرأ ما شئت أن تقرأ من كتب العلماء الأولين، ما تجد صحابي قال حضرة النبي، ولا تابعي قال حضرة النبي، ولا تابع تابعي قال حضرة النبي، ولا الشافعي قال حضرة النبي، ولا مالك قال حضرة النبي. فهم أو بعضهم يعني أن النبي حضر وشارك في ترتيب أمور العالم، وهذا من ضلالات الصوفية وكفر المتصوفة في هذا الصدد. الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، لا يدبره لا رسول الله ولا السيد البدوي ولا علي بن أبي طالب ولا المسيح عيسى عليه السلام، إنما الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله سبحانه وتعالى، لا تدبره رئيس الديوان ولا يدبره البدوي ولا يدبره الدسوقي ولا غير هؤلاء، هؤلاء قد ماتوا الله يعينهم على ما هم فيه. ما حكم إن سافرت لأصلي في مسجد الحسين؟ لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، فشد الرحل لمسجد الحسين لاعتقاد فضيلة فيه لا يجوز. أما إن كنت تقصد زيارة الميت، فالحسين قتل في العراق، ما الذي أتى به إلى مصر؟ هل يجوز قراءة الورد وما علمنا أن ميتا طار بعد موته؟ إذا كنت تقول أن الحسين طار من العراق وجاء إلى مصر طيران في الهواء، كل هذا من الضلال أيضا. هل للسحر تأثير على الحمل؟ لا أعلم في ذلك نصا، والله قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ما هو وضع والد رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أين أبي، قال أبي أبوك في النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر له فلم يأذن لي. الحديثان في صحيح مسلم. حديث اللهم أعز الإسلام بأحب الأمرين إليك حديث حسن، يقصد بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب.
حكم عدم إلقاء السلام على ناس آذوني كثيرا، تحمل وألقى عليهم السلام فحق للمسلم أن تسلم عليه. عادل أبو النجيب عفوا، هل من يحفظ الكتب الستة يحفظ الأحاديث بالسند؟ تلك هذا سيواجه بعدة مشاكل يا عادل. فأولا هناك حديث كحديث إنما الأعمال بالنيات موجود في البخاري مثلا في سبع مواطن بألفاظ ليست متحدة إنما ألفاظ متقاربة. العمل بالنية إنما العمل بالنية، إنما الأعمال بالنيات، لامرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى. والأسانيد أيضا متنوعة وإن كانت كلها تصب على يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر. فإذا حفظت الأسانيد من أوائلها كتب الستة ستجد عددا من الأسانيد سيصعب عليك الأمر جدا. ولا أكاد أثق في شخص يقول أنا حافظ الكتب الستة بالأسانيد ولا البخاري ومسلم بالأسانيد، إنما تقولات كثيرة بلا حقيقة في الغالب. ابن لهيعة ضعيف مختلط، وينظر إلى متون مروياته أثناء العمل. هل الضرب بالدف يجوز للرجال في العرس؟ لا يفعل ذلك الفضلاء الكرماء، ولم نستطع القطع بتحريم. إذا جئت ببعض الناس الذين ليسوا من أهل الوقار يضربون بالدف في العرس كرجال، في مثل هذه الحال قد يتجاوز. أما محروس، أنت محروس بالصاد ولا محروس بالسين يا محروس؟ طلق زوجته وقال لها أنت طالق دون مأذون وردها بعد 5 أيام. قلنا يا محروس أن التطليق واقعة. ستأتي سيدة لمنزلي طلب المساعدة في أي وقت وتزعجني، هل حرام أن أمنعها أن تأتي لمنزلي؟ إذا كان من عادتها التسول فلك أن تمنعها، فإن الله قال لا يسألون الناس إلحافا. تلطف أولا في الأمر، لكن إذا كانت مصرة وملحفة في السؤال وكما يقول الناس ليس عندها دم كما يقولون، وتطرق الباب تنقذك من النوم، فلك أن تقول لها لا تأتيني في هذه الأوقات، أو لا أتيني في الشهر مرة، وتضبط معاملتك معها لا تستحي منها. فإن هناك أقوام قال الله عنهم لا يسألون الناس إلحافا، وهناك من يسأل الناس إلحافا. حكم تشغيل الأغاني في الأفراح لنشر البهجة لا بأس، لكن لا تصاحب بالموسيقى. أريد أن نعرف القول الفصل في التفريق بين المتقدمين والمتأخرين. ليس هناك قول فصل، ولا يجوز لك أن تجمل المتأخرين أو تفرق بين المتأخرين والمتقدمين. المتأخرون الموجودون الآن جلهم فيما علمت يتبع المتقدمين. وإذا أردنا أن نرجع إلى أحاديث الحكم على أحاديث أيضا نقرأ أقوال أبي حاتم الرازي، البخاري، الإمام أحمد، يحيى بن معين، غير هؤلاء. قلة التي قد تنفصل وتقول أنا لا أبالي بالمتقدمين، ولا قلة لا يجوز أن تنسب إليهم كل المتأخرين. النقاب فرض أم سنة؟ تلك مسألة فيها بعض الخلاف بين العلماء. أختار القول بوجوبه. الحديث الرسول عليه السلام المرأة عورة، يعمل أحمد بن خميس بالمحاماة وأحل ابتعاد المخالفات قدر الاستطاعة. أكمل في هذه المهنة، ما أبحث عن عمل آخر. أنت عملت فيها زمنا ننظر، إذا كنت تنصر المظلوم وبعيدا عن المحرمات وبعيدا عن مؤازرة الباطل فاستمري في عملك. وللمحامين أقول إن الله قال ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا.
حكم من طرق العقيقة بدون سبب لا إثم عليه، العقيقة سنة مستحبة إن فعلتها تثاب، إن تركتها لا إثم عليك. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أفرط فيها رجلان، رجل قال ببدعيتها ورجل قال بوجوبها، والصواب أنها سنة. أنا لا أعرف جماعة داعش هذه، ولكن الذي يبلغني عنهم أنهم يكفرون المسلمين، فإذا كان ما بلغني عنهم صحيحا فطبعا يعدون في الخوارج إذا كانوا يكفرون المسلمين. أما أنا ما التقيت برجل من داعش من قبل على الإطلاق، لكن عموما أي شخص يكفر المسلمين، يكفر المسلمين الذين يأتون بتعليم الإسلام وبأركان الإسلام، فهو في شعبة من أخص خصائص الخوارج، والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله. بهذا القدر أجتزي سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سألني الله بما سأل به الصالحون من قبلنا: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، وقد وعد الله وعد صدق فقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الله قال في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال: الدل على الخير كفاعله. أيها الإخوة والأخوات، لكم الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى، وأعتذر لإخواني الذين لم أتمكن من الإجابة على أسئلتهم لضيق الوقت، وكذا أعتذر للأخ السيد الشربيني والأخ عمر بن خالد ولغيرهما من إخواننا الفضلاء البازلين جهدا في المتابعة، أسأل الله أن يثيبهم وأن يوفقهم لكل خير. هذا وبعد شكر الله ثم شكر إخواني المتابعين والمتابعات وكذا الأخوات، أتوجه بالشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.